ازيكم يا مواليد برج الدلو، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الدلو اليوم الجمعة 21 أكتوبر تشرين الأول 2022. بالنسبة لك النهاردة دلو، توقعات العشرية الأولى مواليد 20 يناير ل 30 يناير. هتفسح دايما المجال وهتدي الحرية المناسبة ليك، كل ما انت جزء منه بينتهي على أكمل وجه. مفيش أهمية للمشكلات اللي بتبقى بتواجهها، خليك بتحرص في الفترة دي على عدم استئناف الأمور من البداية، بالعكس حاول تتخلص من كل الحاجات اللي بتبقى بتشغلك في يومك ومش بتريحك. من زمن طويل هتتحرر من كل المضايقات اللي عندك اللي بتعكر حياتك من فيها، هتقوم بأنك تنهي كل الأعمال اللي بتبقى معلقة عندك، هتتخلص من كل الالتزامات القديمة اللي معدتش متعلق بيها. هتفسح قدامك المجال علشان تعمل استعداد لفترات كتيرة هتكون فيها كل الأمور دي أقل سلاسة. بالنسبة لك النهاردة دلو، توقعات العشرية التانية مواليد 31 يناير ل 9 فبراير. هتزيد ثقتك في نفسك بشكل واضح، كل اللي انت بتقوم بشغله حاليا هيتم على الفور وعلى أكمل وجه. كل شخص بتتعامل معاه من أصدقاء، معارف، زملاء في الشغل هيكونوا معجبين جدا بحماستك وموهبتك في التعامل مع كل الأمور من الجانب الحلو ده، وقدرتك على حتى انك تدي اداء شيء بكل شيء بكفاءة، ده هيزيد من ثقتك في نفسك بدرجة عالية جدا. خليك حريص بس انك تتبادل الاعجاب ده بنفس القدر، وانك ما تاخدش غرور كبير جدا في نفسك، لانه متى ساءت الامور هتبقى بالعكس معاك، فانك هتحتاج للدعم والمعاملة الحسنة. بالنسبة ليك يا دلو النهاردة، توقعات العشرية الثالثة مواليد 10 فبراير ل 18 فبراير. دعمك النهاردة يعتبر متبادل جدا، كل الأشخاص اللي حواليك بيحفزوك بشكل إيجابي، ده هيساعدك علشان تعرف تتقدم أكتر. هيجيلك الدعم ده من لطف أهلك وأصدقائك من جهة، وانفتاحك وتعاملك مع كل الأشخاص اللي حواليك من جهة تانية. ترجمتك للوضع ده هيبقى فيه تحفيز بأسلوب بسيط جدا لأفعال كتيرة ملفتة للنظر عندك، لازم تبدي اعترافك بالجميل وتفكر في ازاي ترده علشان ينمو جو في دعم متبادل بينتعش وبيسهم في انه تطور العالم اكتر. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيقضي القمر يومه في برج العذراء، بيشجعنا على رغبتنا في اننا نساعد ونفرز ونحلل وننظم لغاية ما نركز على التفاصيل، ونميل اننا نركز اكتر على الاجزاء اللي بيكون منها كل حاجة. القمر ده خاص جدا، ذكي جدا، مفيد جدا، هيشجعنا وهيشجع رغباتنا في اننا نتعلم اكتر ونكتسب مهارات فيها تفوق كبير جدا في شغلنا. هندي اهتمام خاص جدا للصحة ومساعدة لكل الاشخاص اللي حوالينا. هيلفت العبور ده رغبتنا في اننا نبقى حابين اننا نشفى ونصلح كل المشاكل اللي حوالينا.